وهاي الصورة تبقى يعني دليل على أنه في يوم ما شخص بسيط قدر يقول لهذا المتغطرس أنت قتلت شعب كامل، أنت غيرت مصائر بلدان. وكانت إلها مواقف مثل ما تقول، هي كانت كثير من أزور ضحايا المناطق المهدمة. دولة بالعالم والتي غزت واحتلت عراقنا الحبيب الصابر. ورسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي أوباما. رشحت بالانتخابات السبب الحقيقي والرئيسي هو القضاء، وأكيد المتحكم الرئيسي فيما يجري في العراق هي أمريكا. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات.